اعتقلوني الساعة 2:30 بالليل، الساعة 5 الصبح كانت عمليتي. الساعة 5 الصبح أروح عند الجماعة ألبس الحزام وأنزل على إسرائيل. وما كان عندك خوف؟ نهائياً ولا شحطة. هذا مش انتحار. هذا انتحار؟ لا، استشهاد. عملية استشهادية. شو بمر في القلب؟ في شو بمر في المخ؟ ولا إشي. ولا إشي. بس أنت بتفكر كيف العروس اليوم عرسها وبتحضر حالها تروح عند عريسها، بس هذا الإشي اللي كان براسي. أنا بحضر حالي أروح عند عريسي، تخيل؟